السلام على رسول الله. أولا شاكرا للجماعة لهذه الدعوة الكريمة، وإن كان الموضوع بصراحة من الموضوعات اللي بالنسبة لي ليس شيقا يعني الحديث حوله، يعني أنا لن أبالغ في إعطاء الخليج دور أكبر بكثير من دورهم الحقيقي. الخليج ليس مساهما في المشهد، لكنه منفذ لبعض الملفات التي يتحرج الغرب من التعامل معها بشكل مباشر. وما حدث في مصر، أو العلاقة شديدة الوضوح الآن على الأقل في الساحة الإعلامية، يعني علاقة الخليج بالمشهد المصري أو ما يسمى بالثورة المضادة. الخلل في البداية أن الثورة المصرية لم تكن ثورة بالمفهوم الفني للثورة. أنا أفهم الثورة في يعني على الأقل في القاموس السياسي بأنها اقتلاع لمؤسسات واستبدالها بمؤسسات تأتي وفقا للنهج الثوري. لكن لما تغير شخص واحد وتستبقي المؤسسات، هذه ليست ثورة، وإن أخذت شكل الثورة يعني حتى لو طلعوا الناس في الشارع. من يقرأ أيضا في تاريخ حركات التحرر في العالم، يعني على الأقل الحركات اللي يوثق أسسها الفكرية وتعاملاتها في فترات الحراك الثوري أو حراك التغيير في أوروبا، يعني كان دائما هناك أسس أو منطلقات فكرية واضحة دفعت الناس للتغيير. صحيح ان نعيش تقريبا نفس الظروف، الاحساس بالظلم احساس انساني ما له علاقه يعني بدين او منهج فكري، يعني الاحساس بالمساواه بنفس الشيء، ولذلك تقوم حركات التحرر على مثل هذه الدعوات، على ان تكون هناك اليات واضحه. يعني كيف يمكن ان نحقق هذه المفاهيم؟ فقط تعقيب بسيط على ما ذكر أبو سلطان من أن يعني الخليج كان لا، الخليج أقل بكثير من أن ينفذ هذه المخططات. هو فقط إحنا وكلاء، طبعا مش وكلاء أساسيين، يعني وكلاء صغار في بعض الملفات اللي على قدنا. يعني الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقنع حليفها الكبير أوروبا بأنها تنقلب على مفاهيم الديمقراطية التي تصدرها العالم. أمريكا تدعي، وهي فعلا يعني أمريكا بلد ديمقراطي في حدود أمريكا، فيما عدا ذلك هم يقولون إحنا لا نستطيع أن نفرض فلسفاتنا، ولذلك ليس مهما. يعني صحيح أننا ندعو دعوات عامة لتغيير ديمقراطي ومشاركة في اتخاذ القرار ومحاسبة، لكن إذا تعارضت مصالح الولايات المتحدة مع هذه المفاهيم في إقليم معين فلا يعنيهم من يتخذ القرار. لهذا السبب كانوا معادين في فترة من الفترات للثورة الإيرانية، عداء واضح يعني وقطيع استمرت حتى الآن، يعني على الرغم إن أي حراك ثوري، الحراك الثوري في بدايته يعني كانت الدعوات لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي، يعني مش زي ما يصور الآن أنه حكم ملالي ويعني العقائدي والمذهب الاثنى عشري. هذه أتت لاحقا، وأول أشخاص اللي قاموا بالحراك الثوري الفعلي في إيران كانت التيارات الشيوعية تقريبا، يعني عدد من التيارات من بينها التيارات الشيوعية هي فعلا هي الوقود الثوري للحراك وهي الدافع الرئيسي له. يعني حنا وين فيها يعني فيها الخريطة؟ أول شيء لازم نعرف فعلا حجمنا في العالم، يعني لا نبالغ كثيرا في إعطاء الخليج دور أكبر مما له. ما نبي نكون قاسين، بس أيضا لازم نكون حكم عادل. أنظمة الخليج وغيرها من الأنظمة العربية ما بيدها أنها تتخذ قرار، ليس بإمكانه أن يتخذ قرارا. صحيح أن الغرب وخصوصا الولايات المتحدة يعني ما حتتدخل بشكل مباشر، لكن بتقول لهم، أعتقد أن السفير ممكن يتصل في أي رئيس ولا هذا ويقول له ترى إحنا بنرفع إيدنا عنكم، بس يعني هذا كافي انه يخلي الدولة تخضع
لذلك لما يعني المشهد المصري كان مخيف لكثيرين. البعد الخاص لمصر في موروثنا الثقافي والإسلامي يعني دولة محورية من دول المواجهة، أي تغيير يحدث في دولة كمصر حتما حيؤثر في الدول الأخرى. ولذلك الحراك الثوري في مصر هو لم ينجح أصلا. لماذا؟ لأن المؤسسات التي استبقاها النظام السابق ما قبل ما يسمى بالثورة كانت لا تزال فاعلة، بل أنها أقوى نفوذا من الشكل البسيط للتغيير. ولذلك لما انتخبوا مجلس الشورى ولا كذا أسقطوا مؤسسات النظام السابق. وأنا مستغرب أصلا ليش عزلوا مرسي، ما يخلوه، ما هو القضاء عندنا والنيابة عندنا، وأي قرار يتخذ احنا نسقطه في المحكمة. طيب أشيلك ليش؟ خليك قاعد. ولذلك لعلها أصلا خير أن تكشف أوجه كانت غائبة عنا. خلينا نسولف في ربعنا باب المياه يا محيطنا يعني. تمون عليهم يا دكتور؟ لا والله ما مون عليهم، بس إنه أقرب لنا، لأن الحالة الخليجية شديدة السطحية. يعني ما هي معقدة، يعني يكفي الشخص العاقل العادي إنه يقرأ المشهد، أو يكفي أن تتابع قناة يعني قناة المخابرات اللي حاطينها عشان تعرف توجههم. لما أوجدوا هذه الكيانات المنظومات الغربية، طبعا لازم تعرفون أن إسرائيل وجودها ليس فقط وجودا جغرافيا، هو وجود ثقافي، وجود عقائدي. الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى هو منع قيام أمة كانت موجودة وأسقطناها. يعني إحنا في المناطق هذه ساهمنا في إضعاف الخلافة، ساهمنا في إضعاف الدولة الإسلامية، كانت قوة عظمى من القوة، يعني قوة لو أنها لا زالت قائمة كان ممكن تكون مقابل للولايات المتحدة الآن زي الصين، قوة عظمى كانت ولا زالت إلى الآن قوة عظمى، ما دخلت الحرب العالمية الثانية ومع ذلك عضو دائم في مجلس الأمن بحكم الواقع. ففككت هذه الأمة إلى مجموعة كيانات، كل كيان تحط عليه مجموعة أشخاص يديرون العملية. طيب الآن بنسوي شكل الدولة، شو نسوي؟ يعني هذا ما يكفي، اللي ما عنده فلوس احنا نعطيه، يعني زي الدولة اللي ما عندها موارد ما عندها شيء وشغالة. كيف شغالة؟ يعني هم مشغلينها يعني لخدمة مصالح أخرى. الخليج لا، عندهم نفط، أو احنا اللي جبناكم، احنا اللي طلعنا النفط، واحنا اللي نحدد اسعاره ونحدد. فعشان يخلقون شكل الدولة ما يكفي انك تحط علم وسفير ومطار لا، لازم تخلق تفاعل داخل المجتمع. هذا التفاعل تخلق فيه كيانات، اللي اظهرت في الازمة الاخيرة، اللي اعتبر ان ما حدث في مصر لعله خير ان شاء الله. يعني كشف مجموعتين من الافراد، المجموعتين هذول هم تبع الأنظمة أصلا، يعني حيث وجدوا وجد النظام أوجدهم تيار يعطون الشكل التغريبي. لا التغريبي إنه والله هذول مدنيين ويحبوا الحريات، والحريات بالنسبة لهم سروال وفنيلة وبس، يعني بس هذه الأشياء اللي يتكلمون فيها. يعني ممكن يخلقون تدخين المرأة في الأماكن العامة قضية، بينما الأشخاص اللي يسجنوا بلا محاكمة تعمل قضية بالنسبة لهم. فتقول ايش الحريات اللي فهمها غلط يعني. وفي المقابل يخلق شكل لراديكال اسلامي، ما هو راديكال ولا هو اسلامي، يعني لا راديكال ولا اسلامي، يشغلون الناس كل ما صارت قضية تستحق قيادة المرأة والاختلاط، ويسبب زحمة فيصرف الانظار عن القضايا الاساسية للأمة. ولذلك اثنين يعني هالطرفين هم معوق اكثر من الانظمة، متعايشين. طب مو متعايشين، هذول ربع النظام الحقيقيين. ففي كل دولة حتلاحظون نفس المجاميع. ولذلك أنا أعتقد أول مظاهر الإصلاح السياسي اللي ما حيأتي بين يوم وليلة، يعني هو أي إصلاح سياسي في بداية الأمر أو في حقيقته هو إصلاح ثقافي، هو تغير في فهم الأشخاص وانعكاس هذا الفهم الجديد على سلوكهم في التعامل مع السلطة، فتنشأ ثقافة جديدة فينشأ تغير.
لكن واحد يحدث تغيير بدون فكرة بدون ثقافة هذا ما يصير. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مثلا في كيفية التغيير، ما هو التغيير أتى فكريا فأثر على عقائد الناس فأثر على سلوكهم وعلى واقع حياتهم. فإحنا الآن يعني دول الخليج دول غريبة، يعني لا هي دول ديمقراطية ولا هي دول شرعية، وعندهم اثنين ولا هي دول إسلامية ولا هي دول، طبعا بعيدا ما لها علاقة يعني. فالفريقين يعني فريق السلطة اللي دائما ينبري في الدفاع عن الله وينزل آيات الله في غير منزلها ويستخدم كل الوسائل المشروع منها وغير المشروع، وهم حبايبهم الطرف الآخر اللي هو التغريبي اللي يلبسون كاب وشورتات، ويعني هم اثنين هم نفس الفريق نفس بس يجلسون مع بعض، الظاهر أنه حتى الأمن يوجه الرسائل اللي ممكن تطرح. ولذلك المتابع يعني القبس عندهم أرشيف يعني قبل لا يسكرونها علينا لأنها تبع فريق أصلا. شوفوا الصحافة في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات نفس الموضوعات نفس الأطراف نفس الفريقين موجودين من بداية قيام الدولة بشكلها الحالي لصرف الأنظار عن أي قضية أساسية. ولذلك إذا وجد في التفاعل السياسي هذه النوعيات فأعلم أننا ما في إصلاح ولا في. ولذلك أحيانا يعني قبل مدة كنت في نقاش طويل مع أحد الأشخاص وكان مادة النقاش الدكتور حاكم، يعني فقلت لا تضع الدكتور حاكم مثال، يعني شيله من المعادلة، أنتوا أي واحد يخالفكم يطلع هذا ما هو. يعني تصورت مجموعة من الإسلاميين بالكويت إنهم أخطر حتى من الليبراليين وال، قلت مو معقولة يعني. وفجأة اتضح إن الإخوان المسلمين إنهم خطر على الأمة وخطر على الدين وخطر على الإسلام. طيب قبل ست شهور كانوا زينين وكانوا مسلمين وكانوا، إذا يعني كان عندكم معلومات قولونا من زمان، يعني حقنا إن نعرف تصوركم في هذه الكيانات السياسية عشان ما تكون عندكم ملفات حاطينها في الجيب تظهرونها وقت ما تشاءون. أنتم اللي تحددون معيار الوطنية ومعيار الإسلام ومعيار الشرف ومعيار الأخلاق ومعيار التعامل. ولذلك أنا في اعتقادي يعني على أساس ما نعيد بس موضوع أعتقد أنه قتل بحثا وأصبح واضحا بالنسبة للناس، في الخليج إحنا بلاد بلا هوية، مصلحة الدولة شيء ومصلحة نظام الحكم فيها شيء آخر، ولذلك أحيانا تتعارض مع مصلحة النظام مع مصلحة الدولة. ولذلك مصلحة الدولة أن تجهل الأفراد، لأن تجهيل الأفراد فيه مصلحة للنظام. هذا التناقض الغريب في العلاقة، ولا يمكن أن يولى جهاز أو مؤسسة على مجتمع ويساهم هذا النظام في تكريس المفاهيم السلبية داخل هذا المجتمع. يعني زي الآن مثلا الدعوات اللي تعطى الطابع الشرعي اللي مضمونها كن ذليلا كن جبانا كن، يعني هذا ليس من الإسلام في شيء، يعني ما في قاعدة شرعية تقول في الإنسان كن جبانا واقبل الظلم ولا تحتج ولا تعترض ولا تقول، يعني هذا ما عاد بس دفاع عن النظام، أصبح الآن هدما لأهم الأسس المجتمع القيمة الدينية للقاعدة. هذا حدث يتكرر أكثر من مرة، يعني تذكروا مثلا المشهد السوري، يعني هذه مشاهد ما هي معاصرة، يعني هدوء ما في ولا نظام يتكلم، الناس قاعد تذبح في المساجد. متى صار في خطاب؟ لما هيلاري كلينتون عقدت الاجتماع في الخارجية الأمريكية وقالت بيانها الشهير اللي طلبت فيه إحالة الملف في مجلس الأمن، ساعتها كل يعني رجال الدين تكلموا، طبعا مو رجال الدين الحقيقيين، يعني رجال دين السلطة يعني. طيب أنا سؤالي يعني هل القاعدة الدينية لا تنفذ إلا بقرار خارجي ويجيك من ولا تفسر إلا لما ترغب أمريكا؟ طيب أمريكا ما رغبت شو نسوي يعني؟ يعطل الدين أو القاعدة الشرعية؟ ولذلك صار الآن فيه عزلة، هذه فترة تاريخية خطرة من تاريخ الأمة، صار فيه عزلة بين المجتمع وبين بعض المؤسسات الدينية اللي كنا نستبقي لها قدرا كبيرا من الاحترام. الآن أصبحنا نعيد النظر في هذه المسائل، وهذا الخطر ما عاد خطر سياسي إنما خطر ثقافي عميق، لأنه يمس أهم ركائز ثقافتنا وهي المعتقد الديني اللي يعتبر جزءا من حياتنا، ونحن مجتمع محافظ. ولذلك الهزات العنيفة اللي قاعد تحدث الآن
أثارها حتبقى لسنوات. كيف ممكن يستفاد هذه المسألة في إصلاح سياسي حقيقي؟ يعني أنا رأيي أول شيء أن يعاد تشخيص الحالة القائمة في الخليج. اللي قاعد يحدث الآن ما هو بناء دولة ولا بناء مجتمعات ولا مساهمة في المحافظة على أي قيمة حقيقية في حياة الأفراد. إحنا كأن بير، ومتى ما خلص البير بتجف المنطقة ويترك. لو تشوفون مثلا إسهامنا في العالم يكاد يكون صفر صفر، يعني إحنا عبء على الإنسانية. يعني أمة لا تصنع لا غذاء ولا دواء ولا تصدر معرفة، بينما لو نأتي إلى الدول الإسلامية المتقدمة كانت مراكز إشعاع في كل هذه، يعني كانت أكبر الجامعات، أكبر المؤسسات، أكبر مصدر للعلوم والإنتاج هي الدولة الإسلامية. طيب إيش اللي تغير؟ الإنسان هو الإنسان، الجغرافية هي الجغرافية. إذن القرار السياسي هو اللي تغير. لذلك إذا أدركنا أن هناك خللا في هذه الحالة السياسية القائمة، أصبح من اللازم على الأفراد أن يعيدوا النظر في علاقتهم بالسلطة في الحدود التي تتفق مع مصالحنا وواقع العالم الآن. مصر وليش يعني وفقا لتقديري اللي حدث، أنا في اعتقادي يعني إن بعد إعلان الرئيس محمد مرسي ودخوله كفاعل في الحالة السورية، الغرب أيقن تماما أن هناك عنصرا لا يمكن السيطرة عليه وقد يكشف مخططات قائمة، لأن اللي قاعد يصير في سوريا هو حرب استنزاف. يعني العالم يتفرج، يلا اذبحوا في ودمر البنية التحتية ولا كذا، بعدين تأتي شيء سهل. يعني سوريا بجانب الجرائم الإنسانية اللي قاعد تحدث والقتل الأبرياء اللي لا يقر أحد ولا، لكن أيضا هذه لها دلالة ثقافية. دمشق هي عاصمة الدولة الأموية، كما أن بغداد عاصمة الدولة العباسية. فالمسألة فيها حرب ثقافية، ما هي بس يعني الجانب بالنسبة للغرب أكبر بكثير، هو إلغاء لموروث الأمة بالكامل، تدميره، يعني تدمير البنية التحتية. حماس كانت تسبب قدرا من القلق، من أصبح مرسي رئيسا لم تقتل إسرائيل فلسطينيا واحد، يعني كانت في الحد الأدنى. ايش سووا في حماس الان؟ اغلقوها، اصبحت سجن كبير، فاصبح لا مجال الان لدخولها في معادلة المواجهة مع اسرائيل. هي انتهت يا زين، منهم يشربون ماء بعد ما سكروا المعابر وهدموا الانفاق. الجماعات الجهادية بعثوا طبعا الجماعات الجهادية لو ان تشيل هالمجموعة هم فقط، لان معظمهم من الاسلاميين فسهل وصفهم بالإرهابيين، لكن شوف مثلا في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية هذه كانت جماعات تحرر. يعني هذا الشخص لو كان موجود في أمريكا اللاتينية فترة الفترات كان سمي من الداعين للحرية، لأنه من الثوار. هذه الجماعات أيضا هي تشكل قلق للمصالح الغربية اللي هي في نهاية المطاف، تشكل قلقا للأنظمة القائمة، لأن هذه الأنظمة تحمي مصالح الغرب. ولذلك في نوايا لتصفية هذا الحراك، مثل الآن اتفاقية مكافحة الإرهاب. اتفاقية مكافحة الإرهاب هي أو تعطي لبعض الدول إمكانية ملاحقة التنظيمات الإسلامية، نقطة فقط. يعني هذول المقصودين تحديدا في هذا المصطلح. إذا قضيت على هذه التجمعات شو يصير؟ لا يصبح لإسرائيل عدوا أصلا، خلاص. يعني ما في، يعني العرب في حماية الأمن الاستراتيجي لإسرائيل. ولذلك لما تشوف الآن تفاعلات في العالم العربي اللي قاعد يحدث، إيش الجميع يخدم مصالح إسرائيل بطريقة الخاصة، يعني وخصوصا دول المواجهة، يعني تقدم خدمات استراتيجية لم يحلم بها أي رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل. يعني الإسرائيليين مشغولين في الإنتاج العلمي الآن، وأصبحوا مصنفين على مستوى العالم، يعني في التقنيات العلمية والإنتاج العلمي والتسليح وغيرها، يعني من أدوات البحث المتقدمة جدا. يعني بينما نحن منشغلين
في دماء وأعراض المسلمين، اللي أيضا يعني هناك شكوك بأننا يعني أنظمة الخليج تساهم بشكل أو بآخر في إحداث مثل هذه النتائج السلبية يعني. طيب لطالما الخليج ما كان عنده إمكانية، يعني ما كان عنده إمكانية في تغيير توازنات القوة في المنطقة، في ميزان القوة لا يوجد تكافؤ بيننا وبين الولايات المتحدة ولا بيننا وبين إسرائيل، ويعني أمة ضعيفة في أضعف الحالات يعني، حتى ضعيفة مو بس عسكريا يعني. أنا أعتقد مثلا لو الغرب في يدخل معانا في خصومة أو في حرب، ما حيحاربك، ما حيصدر لك فقط بنسلين بس يعني، خلاص أنت حتموت من غير طيارات يعني. فليش أدخل معاك في حرب ودوشة واتفاقية جنيف لا خليك. ولذلك خدمت مصالح الغرب عن طريق تجهيل هذه المنطقة بالكامل. ما نعيش فيه من تخلف هو نتيجة هذه السياسات التي وضعت هذه الأمة في هذه المراتب المتأخرة جدا في درجات الإنسانية والإضافة للإنسانية. طيب بنحل هذا الإشكال، أو كيف ممكن التعامل مع مثل هذه الحالة؟ أنظمة الخليج يجب أن تعيد النظر في علاقتها بالشعوب يعني. والسياسات اللي كانت تنتهج خلال 50 أو 60 سنة الماضية لم تعد مقبولة ولن تكون مقبولة يعني. إذا فرضت على الناس بفعل القهر والواقع، وهذه ممكن تصير في أي مجتمع إنساني، صارت في الصين وصارت في بعض الأنظمة، هذا لا يعطي قبولا ولا يمنح شرعية يعني شرعية الخوف ليست شرعية، شرعية الطغيان والظلم ليست شرعية يعني. ولذلك هذه تحدث قلق لكنها تمنع الناس من الإبداع والإضافة، وهذه هي الخسارة الحقيقية للأمة يعني. إحنا الآن الخسارات اللي قاعد نحققها حقتها أوروبا، وأكثر منا بالحرب العالمية الثانية قتلت في أوروبا عشرات الملايين، لكن ليس من الضروري أن نعيش ذات الظروف إذا كان بإمكاننا تحقيق ذات النتائج بأسباب مختلفة. ولذلك عملية المصالحة الحقيقية بين الشعوب والأنظمة يجب أن تتم، وأن تتغير المعادلات السياسية القائمة. العالم كله الآن ما يقبل النظام الشمولي، هذا مو موجود يعني، بس في المنطقة هذه في العالم يعني. فكرة الحكم الشمولي اللي السلطة تتخذ كل القرارات، هي المشرع والمنفذ والقضاء وكل شيء، هذا ليس موجودا، ولم يعد العالم أصلا يتقبل هذه النماذج. ولذلك كيف يمكن لنا كشعب الآن أن نعيد مثلا صياغة المشروع السياسي؟ واحد، أن نشخص الحالة السياسية القائمة يعني حالتنا السياسية يعني. أنا أعلم أن بعض دول الخليج عندها حساسية كبيرة في التحدث في شؤونها يعني، لكن إحنا لما نتحدث عن الشؤون الخليجية في معرض التحدث عن الوضع بالكويت يعني، لأن أصلا إحنا حتى بالكويت ما تركونا لحالنا يعني حتى الخليج صار يسبب عبء لنا داخل الكويت يعني، والتدخل أحيانا بعض الحالات حتى في الحالات الأمنية، وهذا أمر غير لائق يعني. إذا كنتم تقدرون بأنه لا يجوز تدخل في شؤون الدول الأخرى، فعليكم لا تدخلوا في شؤوننا يعني. حتى تصير شغلات يسمونها الاستعلام الأمني، هذا من باب التعاون بين الأنظمة، والله فلان الفلاني وعطونا الفايل ماله يعني. ومن أسف شديد يعني أن دول الخليج يمكن الأنظمة الوحيدة في العالم مع مصر اللي تتطوع في تقديم معلومات عن مواطنيها دائما يعني للغرب وكذا يعني، وهذا شيء مخجل يعني لا يحدث اصلا، لان الانظمة التي تحترم القواعد والنظام القانوني والناشنال ديجنيتي اللي يسمونها الكرامة الوطنية ما تقدم يعني انا اتعامل مع وطني طبقا للنظام القانوني، لكن لا اسمح للاخرين يعني بان. حتى نذكر في الاحداث اللي صارت بعد احداث سبتمبر، كانت التحقيقات تجري للأسف في بعض دول الخليج ومصر، لأن يعتبرون أن هذه الأنظمة تتعامل ما تعطي ضمانات للتحقيق، فهم كانوا يحقرون هذه النظم عن طريق إجراء التحقيقات داخل هذه الدول يعني. ولذلك أنا أقول أن مثل ما الأنظمة فيها من السوء الكثير، أيضا إحنا ما عندنا ذاك الصلاح الكبير. أول المؤشرات على تغيير أن نتفهم طبيعة مشاكلنا السياسية، وأن نساهم في وضع مشروع إصلاحي يلتف الجميع عليه، وأن نعمل بكل الوسائل الممكنة
على الأقل السلمية حاليا لعرض هذه التصورات نحو تحقيق عدد من الإصلاحات اللازمة لاستمرار الوضع، لأن تغيير موازين القوى في المنطقة قد يلغينا يعني بفعل عوامل خارجية. يعني دول الخليج مهددة ليست بفعل الأوضاع الداخلية فقط، بل مهددة بفعل يعني العلاقات الدولية. أنا متأكد الولايات المتحدة إذا أرادت إعادة رسم الخريطة الجغرافية لأنظمة العالم العربي حتعيد رسمها يعني. فلماذا لا تكون هذه الأنظمة قوية بعلاقتها بشعوبها تفاديا لتغيير قد يأتي نتيجة قرار من الغرب؟ والغرب دائما ما هو حتى حلفائهم أوفياء يعني، يعني هذه الولايات المتحدة تحديدا يعني دائما تقف في صف الأقوياء. ومتى ما يعني مثل الشاه إيران يعني رفضوا حتى استقباله على الرغم أنه كان الحارس الأمين لمصالحهم في منطقة الخليج يعني. لهذا السبب أنا أقول أن النخب في الخليج، طبعا مو نخب السلطة يعني، يعني ليست نخب السلطة، النخب اللي تلمحها وتضحها، لا، النخب الحقيقية يعني، عليها أن تقوم بالمبادرة في بلورة مشروع إصلاح سياسي حقيقي، وأن تتصل بالقواعد الشعبية بالوسائل الممكنة لنشر مثل هذه الأفكار. لأنني أعتقد أن هذه الأنظمة إذا تلمست أن واقع التقرير قادم، التغيير قادم، وهذا أمر حتمي يعني. التطور المدني في عمر الإنسانية يقول أنه سيأتي هذا التغيير، لكن هو قد يأتي بيوم، قد يأتي بسنة بحسب تفاعل المجتمع. لكن واضح تماما رغبة المجتمعات في التغيير. بعض المجتمعات عندها تردد ليس من التغيير أو فكرة التغيير الإصلاحي، وإنما نتيجة قيام بعض المبادرات غير المدروسة يعني، أو أنه غير راغبين أصلا في الالتصاق بقوة سياسية، يشككون أصلا في سلامة النوايا، مثل اللي حدث في مصر لبعض القوى والفعاليات السياسية في فترة الفترات يعني. لذلك أنا يعني أدعو الإخوان في حزب الأمة والقوى والتيارات السياسية على الأقل في عقد اجتماعات يعني قريبة لتشخيص الحالة السياسية وتقديم مشروع إصلاح سياسي متكامل يسعى الجميع لنشر ثقافة حول هذا المشروع، ومطالبة السلطة بالاستجابة للمطالبات الشعبية التي يفترض أن تكون انعكاسا لرغباتهم وتطلعاتهم في إقامة وطن حقيقي ومشاركة فاعلة في القرار ومحاسبة على اتخاذ القرار، وهي الجزء والحد الأدنى من المنظومات المدنية في العصر الحديث يعني. شاكرا للإخوان على الدعوة، وآسف جدا على الإطالة إذا كان